طيب النقطة الأخيرة، طبعا احنا صاحيين الصبح أو يمكن من امبارح بالليل وابتدى الجو يبقى فيه رياح شديدة جدا في مناطق كنا حاسين بيها جامد، في مناطق في شجرة بتقع في كومباوند، في حاجات بتتكسر، واضح ان في رياح قادمة يعني الأيام الجاية، والنوة اسمها رياح الصليب، وتحذيرات من أمطار غزيرة وخاصة في اسكندرية كمان المفروض ان هي تاخد بالها. كده اهلا بالشتاء للاسف الشديد، ان دي بيقولوا نوه الصليب دي من اقوى نوات الشتاء في هي هتيجي في اسكندريه والمدن الساحليه اللي بتيجي كل سنه تقريبا، والاخبار اللي بتتنشر لمده الفتره اللي فاتت بتقول ان هي هتستمر لمده 3 ايام. النوى دي من النواه الشتويه الممطره اللي بيكون معاها رياح غريبه شديده السرعه وبيكون معاها امطار كتيره جدا. انت حسيتي بيها امبارح؟ طبعا من اول امبارح. لا بس هو الهواء بدا جامد بالليل امبارح والصبح بالظبط والنهارده الصبح. تاثير نوه الرياح دي عشان البيانات الصادره بتقول انها هتكون من اخطر النواه اللي هتشهدها الاسكندريه والمناطق اللي حواليها، وبالتالي بيطالبوا ان الناس ما تخرجش الا في الشديد القوي، يعني نعطل الانشطه اليوميه عشان الامطار هتبقى صعبه. تفتكر جدا يا سهير اهل اسكندريه والرياح الشديده ممكن تتسبب في سقوط اشجار او لوحات اعلانيه، واخدين على المطر والبرد، لكن دي خلينا دي نوه خلينا مش نتكلم مطر وبرد بس. نفهمها اكتر مع استاذه منار غانم، هي معانا على التليفون. استاذه منار اهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا وشرفتينا. اهلا بيك يا استاذه مفيده واستاذه سهير وكل الساده المشاهدين. هل النوه القادمه اسمها رياح الصليب، ايه اخبارها؟ احنا حاسين بيها من امبارح بالليل، هل هتفضل مكمله ولا ايه الاخبار؟ هو طبعا بالفعل يمكن محافظه الاسكندريه تحديدا بتتعرض لمجموعه من النوات في فصل الخريف وفصل الشتاء باختلاف مواعيد النوات وباختلاف كمان الظواهر الجويه اللي بتبقى مرتبطه مع كل نواه، يعني في بعض النوات بيبقى معاها نشاط للرياح، نواه اخرى بيبقى معاها امطار غزيره او حتى ارتفاع امواج، لكن احنا لما بنيجي نتعامل في الهيئه العامه للارصاد الجويه بنتعامل بالتوزيعات الضغطيه اللي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه كلها. النوه دي يا دكتوره هتكون امتى؟ بكره؟ بعده؟ خلال قد ايه؟ هي نوه رياح الصليبه المفروض تبدا النهارده 20/10 وبتستمر معانا 3 ايام، لكنها نوه بطبيعتها غير ممطره، يعني النوه دي مش هيكون معاها امال ليه كاتبين ان امطار غزيره وان الناس ما تخرجش؟ ده كلام غير دقيق؟ ده كلام غير صحيح، وممكن يكونوا هم ربطوها بالنواه المختلفه اللي بتتعرض بيها محافظه الاسكندريه. يعني دي نوه عاديه مش معاها امطار، معاها رياح بس لكن مفيش امطار. دي نوه معهاش اي فرص لسقوط الامطار. وخلينا ناكد تاني ان التوزيعات الضغطيه كمان عندنا في الهيئه العامه للارصاد الجويه، التوزيعات اللي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه مش هتساعد على سقوط الامطار في اي منطقه من مناطق الجمهوريه. خليني بس اكد ان مش بالضروري ان مع جدول النوبات ومواعيد النوات يتوافق مع التوزيعات الضغطيه فنلاقي امطار زي ما موجود في ميعاد النواه، ممكن نلاقي امطار بعدها، ممكن نلاقي امطار قبلها، بس الاكيد ان احنا خلال هذه الايام في جمهوريه مصر العربيه وتحديدا في محافظه الاسكندريه ما فيش اي فرص لسقوط الامطار، يمكن لحد منتصف الاسبوع او كمان يمكن لحد يوم الاربع اللي جاي، واحنا بالفعل هيكون عندنا نشاط للرياح، هيبقى عندنا في معظم محافظات الجمهوريه، كلنا حسينا بيه من فترات الصباح الباكر في نشاط للرياح، خلينا نحس اكتر بتلطيف الاجواء او بانخفاض قيم طيب درجات الحراره. يعني نهايه الاسبوع ده ممكن يكون فيها امطار، عشان لو في ناس بترتب سفر لاسكندريه للساحل عندهم اي انشطه و هل ممكن يكون نهايه الاسبوع فيها امطار؟ وارد جدا مع نهايات الاسبوع الخميس والجمعه يكون في فرص لسقوط الامطار في بعض الاماكن الساحليه، لكن شدتها الى الان لم تؤكد، وحتى كمان من خلال التوزيعات الضغطيه كميات الامطار بنأكد مش هتأثر على اي اعمال انشطه يوميه، ده من خلال التوزيعات اللي موجوده عندنا. فالامطار لو حصلت هتبقى على الخميس والجمعه في بعض الاماكن الساحليه، ونأكد تاني الامطار مش هتأثر على اي اعمال انشطه يوميه، وتبقى اكتر في الاماكن الساحليه بسبب تأثرها ببعض الكتل الهوائيه الشماليه الرطبه. المحافظات الداخليه مش هيكون فيها اي فرص لسقوط الامطار، هيكون بس معانا قيم درجات الحراره المنخفضه فتره النهار، لان احنا خلاص بدأنا نحس ان فترات النهار قيم درجات الحراره فيها
معتدله، يعني احنا بنقول عظمى على القاهره الكبرى من 28 ل 29 درجه مئويه فتره النهار. البروده هنحسها فترات الليل بشكل مؤثر، خاصه فتره الليل المتاخر او الصباح الباكر، خاصه مع نشاط الرياح. ده اللي هيكون مؤثر معانا على مدار هذا الاسبوع كله، نشاط رياح، سرعات رياح من 30 ل 40 كيلو على الساعه. نشاط وسرعات الرياح مستمره طول الاسبوع؟ مستمره على مصر على كلها بالظبط، على اغلب محافظات بالليل. الجمهوريه بالليل ولا ليل ونهار؟ لا، هتبقى ليل ونهار على مدار اليوم كله، وخاصه فترات الصباح الباكر او في ساعات الليل، لكن هي على مدار اليوم كله موجود معانا نشاط رياح ده، وده اللي هيلطف الاجواء ويخلينا نحس بانخفاض قيم درجه الحراره ان شاء الله. بشكرك، ميرسي جدا دكتوره مرام، ميرسي، كتر الف خيرك، ويا رب الخير لكل مشاهدينا وكل المصريين يا رب في كل انحاء الوطن بتاعنا.